إلى ذلك تحدث الأمير خالد الفيصل عن مشاركة المتطوعين السعوديين خلال موسم الحج هذا العام. هذا إذن مشاهدينا بالإضافة إلى مشاركة الآلاف من رجال الأمن في مساعدة الحجيج، وذلك إجابة على سؤال مراسل أم بي سي خلف الخلف من هناك. هذا ما نتوقعه من الإنسان السعودي، هذا ما نتوقعه من الإنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى، هذا ما نتوقعه من إنسان دستوره القرآن والسنة، هذا ما نتوقعه من إنسان ائتمنه الله سبحانه وتعالى لخدمة البيتين ولخدمة الحاج والمعتمر. يجب أن يكون هذا الإنسان بهذا المستوى، وهذا هو المستوى الذي يشرفني بأن أكون سعودياً.